بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في آيات سورة القصص، ووصلنا إلى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ينتقل الحديث عن حجة الكفار يحتجوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أو بين سبب رفضهم لاتباع هذا الدين، والله سبحانه وتعالى يبين بطلان هذه الحجة. قالوا إيه؟ قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني إحنا عارفين إن أنت على دين حق وإن ما جئت به هو الهدى من الله سبحانه وتعالى، ولكن لو إحنا اتبعنا الهدى ده إحنا خايفين نتخطف من أرضنا، يتلم علينا القبائل اللي حوالينا ويحاربونا ويقتلونا، ويبقى إحنا كده خسرنا كل حاجة لو اتبعنا إيه هذا الدين الحق. يبقى الأول الحجة اللي هم بيحتجوا بيها هي أصلا بترد عليهم، هم بيقولوا إن اتبع الهدى معك، إحنا عارفين إن أنت إيه على هدى، فده دليل إن هم عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق ويدعو إلى الهدى. ولكن حجتهم دي حجة باطلة ملهاش أي أساس من الصحة، زي ما هنشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليها في الآيات اللي بعد كده. ولكن هنقف وقفة شوية مع الحجة دي. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قيل إن اللي قال الكلمة دي واحد اسمه عثمان بن نوفل بن عبد مناف، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: احنا عارفين ان انت دين حق وان ربنا ارسلك والكلام ده كله، ولكن انت شايف مكانتنا، لان طبعا قريش كان ليها مكانه ايه وسط قبائل العرب، ان هم دول في مكه وسنده البيت وكل اللي عايز يحج يروح عندهم، فكانوا متحكمين ليهم ايه مكانه دينيه وسط قبائل العرب، فلو احنا اتبعنا الدين بتاعك ده هنخسر المكانه دي ونتخطف من ارضنا، الناس بقى تتلم علينا ويحاربونا ويقتلونا والكلام ده كله. دي كانت حجة الكفار في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دي الآية دي لسان حال كتير من المؤمنين في زماننا، تقول له ما ينفعش ان انت تغش مثلا اللبن بمية، يقول لك انت عايز ما حطش مية فيقل حجم اللبن فما كسبش، ان اتبع الهدى معك متخطف من ارضنا. تقول له ما ينفعش ان انت الشغلانه دي شغلانه حرام، يقول له يعني انا عايز اسيب الشغلانه دي ما يبقاش عندي رزق اصرف على مراتي وعلى عيالي، ان اتبع الهدى معك متخطف من ارضنا. تقول له ما ينفعش ان انت تاخد رشوه وتفتح الدرج وتاخد من الناس فلوس والمرتب مش مكافي، ده انا لو ما خدتش كده مش هلاقي اكل، ان اتبع الهدى متخطف من ارضنا. هو ده نفس ايه؟ نفس حال كتير من المسلمين. يبقى بيعمل حاجة هو عارف انها غلط وعارف ان الصح صح وعارف ان هو ممكن يعمله، بس خايف يعمله لان حاسس انه لو عمله هيضيع هيتظلم، مش هلاقي ياكل، مش هلاقي يصرف على ايه على مراته وعياله، فشايف ان الفلوس الحرام اللي بياخدها دي هي اللي معيشاه، لو ضاعت منه ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. تقول له ما تغش، يعني واحد عنده مصنع طحينة بيحط ايه عجينة عيش عليه، او واحد بيعمل فلافل بيحط عجينة عيش عليه عشان يزود، لما تقول له ده كده حرام انت بتغش، يقول لك ما انا لو ما عملتش كده مش هعرف اكسب، ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. هو ده لسان حال كتير زي ما قلت لكم من المسلمين دلوقتي، يبقى عارف الصح ايه ولكن بيعمل غلط وهو عارف انه غلط ومقصر فيه، ولكن حاسس انه لو ساب الغلط ده نتخطف من ارضنا. دي كانت حجة الكفار، ودي لسان حال كثير من المسلمين في زماننا دلوقتي، ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. عايز اطلع الزكاة والصدقة، انت عايزنا اطلع فلوس وتصدق واطلع زكاة واصرف، الفلوس هتقل هجيب منين؟ ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. وقيس على كده بقى ايه حاجات كتير، حط كده الآية دي ميزان في حياتنا في كل التعاملات. واحد يبقى شغال في بار وبيوزع فيه خمره ولا بيوزع فيه خمره ولا بيره والكلام ده كله، ويجي تقول له
شغلانة دي حرام، يقول لك هعمل ايه وانا مش لاقي شغل، هروح فين؟ ان اتبع الهدى معك وتخطف من ارضنا. يبقى الآية دي هي كانت حجة الكافرين، ولكن لسان حال كثير من المؤمنين، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ربنا سبحانه وتعالى رد على هذه الحجة وقال إنها حجة باطلة بكذا رد. أولهم قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني الحجة اللي هم بيقولوها دي ربنا بيقول بقى إيه؟ بيرد عليها: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني وهم كفرة وهم بيعبدوا الأصنام ربنا سبحانه وتعالى كان معايشهم في أمن وإيه وعندهم خير يجبى إليهم ثمرات كل شيء، يعني بيجيلهم رزق من كل مكان، يعني كان عايشين في أمن وفي رزق وهم كفرة، فلما هيؤمنوا ويتبعوا الهدى هيتركهم وينزع عنهم هذا الأمن وينزع عنهم هذا الرزق. فده إيه؟ قياس باطل. يقول إيه؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا على الرغم من كفرهم وعبادتهم للأصنام يجبى إليه ثمرات كل شيء. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لإلاف قريش إن إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من إيه؟ من جوع وآمنهم من خوف. يعني أنعم ربنا سبحانه وتعالى بحرم آمن في كل شيء. يعني القاتل يشوف أو الواحد يشوف قاتل أبيه في الحرم ما يتعرضلوش، لا يتعرض للنبات ولا الحيوان ولا الإنسان، أمن تام في الحرم، فهم عايشين في أمان تام من الله سبحانه وتعالى. وكمان إيه؟ في مكان بواد غير ذي زرع، ما فيهوش لا زرع ولا شجر ولا كلام ده، وبالرغم من كده يجبى إليه ثمرات كل شيء، تلاقي خير جاي لهم من كل مكان، من كل أنحاء العالم، كل اللي يسافر يروح لهم في حج أو في عمرة بياخد معاه من إيه؟ من الثمرات دي، فيبقى فيه زي التبادل التجاري والكلام ده كله، فربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالنعم دي وهم كافرين، فلو اتبعوا الهدى هينزع عنهم الأمر ده، ينزع عنهم الأمن وينزع عنهم الرزق، فده إيه؟ قياس فاسد. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. مش فاهمين، مش عارفين، مش مدركين، مش عارفين قيمة النعمة اللي هم فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم برسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى، فكأن هذه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها إليهم هم لا يعلمون قدرها ولا يعلمون حالهم ومآلهم إذا اتبعوا الهدى. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى ده الرد الأول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الرد الثاني بقى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يعني إيه؟ يعني تعالوا نقيسوا الموضوع بالعكس. أنتوا دلوقتي عايشين في نعيم وفي رغد عيش وفي أمن، وأنتوا كفر وجاءكم الهدى، فلما بطرتم هذا الهدى وتركتم اتباعه هيبقى مصيركم زي مصير أمم تانية قبل كده كانوا عايشين في نعيم وعايشين في أمن، فإيه؟ فكفروا بأنعم الله وتركوا ما أنزل الله عز وجل عليهم. فقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية قبلكم بطرت معيشتها. يعني إيه بطرت؟ البطر اللي هو إيه؟ الإنسان يتكبر عن الحاجة دي، يتكبر عليها، مش عايزها، يتجبر، وزي ما نقول كده في العامية يقول لك إيه؟ يتبطر على نعمة ربنا، فكأن إن ربنا أنعم عليهم بهذه النعمة فتبطروا عليها، مش عايزينها، مش عايزين الامن ده ولا النعيم ده، زي اللي قالوا ايه؟ اللهم باعد بيننا وبين اسفارنا، مش عايزين ايه؟ يبقى النعيم اللي احنا فيه ده. فبطروا يعني ايه؟ تكبروا على نعم الله سبحانه وتعالى، بل والعكس ممكن يكونوا استغلوا النعم دي في معصيه الله سبحانه وتعالى، فكان مصيرهم ايه؟ ربنا بيقول: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، خافوا ليكون مصيركم زي مصيرهم. تصبح ايه؟ مساكنهم لم تسكن من بعدهم، يعني اصبحت خلاص ديارهم قاوية، ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم ودمرهم سبحانه وتعالى، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يعني إيه؟ يعني دائما الحق هو اللي بينتصر على الباطل، مهما طال الباطل
لابد أن ينتصر الحق، لأن الله عز وجل هو الحق. فيقول سبحانه وتعالى وكنا نحن الوارثين، يعني الحق هو اللي بيورث الايه الباطل في النهاية. يبقى ده الرد الايه التاني. الرد التالت بقى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يعني شوفوا النعمة اللي انتوا فيها دي، ان ربنا سبحانه وتعالى اداكم مهلة وارسل اليكم رسول، لان ده كأن دي كده ايه قاعدة او حكم رباني، ان الله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فاللي انتوا شايفينه دلوقتي بتقولوا خايفين نتبع الهدى فتخطفنا الناس، لا ده العكس، ده ربنا سبحانه وتعالى أرسل لكم رسول ينذركم إن أنتم لو لم تتبعوا هذا الهدى سوف يأخذكم الله عز وجل ويهلككم كما أهلك القرى من قبلهم. وما كان ربك مهلك القرى، القرى هنا اللي هي القرى اللي حوالين مكة، حتى يبعث في أمها رسولا اللي هي أم القرى اللي هي مكة، والرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتنا. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أمهلكم وأنذركم حتى أرسل إليكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اتبعتموه ربنا سبحانه وتعالى سينصركم عليه على باقي الأمم وباقي القرى المحيطة الكلام ده كله. ولكن لو تركتموه واتبعتم هواكم واتبعتم من خوف اللي انتم بتقولوا عليه ان خايف ان احنا نتخطف من ارضنا، فربنا سبحانه وتعالى هيسلط عليكم الايه القرى المحيطه، وكمان هيهلككم كما اهلك القرون من قبلهم، حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون. كان التسجيل في الايه ده استدراك. ليه؟ ربنا بيقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، يعني ربنا مش هيهلك قريه الا لما يبعث لهم الايه الرسول. طب هيهلكها ليه اصلا؟ فعشان ربنا سبحانه وتعالى باين بقى، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، يعني انتوا دلوقتي اعتديتم وظلمتم فاصبحتم ظالمين فاستحقتوا الايه الهلاك، فارسل اليكم رسول، فقلتم بعد ما ارسل اليكم الرسول نخاف ان نتبع الهدى فنتخطف من ارضنا، يبقى انتوا عكستوا الايه. يعني بدل ما تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوا الهدى من الله سبحانه وتعالى بتقولوا ان لا العكس احنا خايفين نتبع الهدى، لا ده العكس بقى، عدم اتباعكم للهدى ظلم فاصبحتم ظالمين فاستحقيتم ان ينزل عليكم الهلاك كما ايه نزل على الامم السابقه. فقال تعالى وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ده رد إيه؟ رابع. يعني أنتوا خايفين تتبعوا الهدى فيضيع عليكم أرزاق وتضيع عليكم أمور كنتوا عايشين فيها دلوقتي وأنتوا على باطل، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وما أوتيتم من شيء اللي أنتوا عايشين فيه خايفين يضيع منكم ده متاع الحياة الدنيا وزينتها، حاجة تافهة، أمر سهل جدا من أمور الدنيا لا يساوي شيء مقارنة بما عند الله، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني ما تظنوش أن اتباعكم للهدى هيفوت عليكم كتير، هيفوت عليكم إيه؟ مهما فات عليكم من أمور الدنيا فإنما عند الله هو إيه؟ خير وأبقى. ودي برضو مسألة ناس كتير بتضيع فيها، بيبقى ما عندوش نظرة لما بعد الموت، زي ما قلنا المرات اللي قبل كده ان ده الميزان، تشوف العمل ده هينفعك فيما بعد الموت ولا هينتهي معاك في الدنيا. هينتهي معاك في الدنيا ده يبقى لغو، يبقى ايه امر زي اللي ده، ولكن هينتقل الى ما بعد الموت فما عند الله ايه خير وابقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يومئذ يقول ايه يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتي يعني ايه؟ يعني هو لما هيموت هيعيش، هي دي الحياة اللي هيعيشها. فبيقول يا ليتني قدمت لحياتي اللي انا داخل عليها دي، يعني معنى كده ان الحياة اللي احنا فيها دي مش هي دي الحياة. الحياة هي امتى؟ هي بعد الموت، بعد ان يبعث الناس اما الى جنة واما الى ايه الى نار. فانتوا ما تخافوش ان انتوا لو اتبعتوا الهدى، وزي ما قلنا كأن دي رد لكل المسلمين مش للكفار بس، لما تيجي تقول له سيب ما انت عليه من باطل او ما انت عليه من معصية فيخاف، يقول لك يعني انا لو عملت كده إيه سمعتي وسط الناس، مكانتي، فلوسي، عزوتي، الكلام ده كله هيضيع مني، فما عند الله ايه
خير وأبقى. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله من الأجر والثواب والنعيم خير وأبقى، أفلا تعقلون. كان ده تعقيب على الايه؟ على الآية اللي قبل كده لقوم لا يعلمون، يعني انتوا دول مش فاهمين، مش عارفين، فكروا استخدموا ايه؟ عقولكم حتى تتعلموا مما جاء به الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا، استغفر الله.